البروجر وخدنا ازاي الناس قابلين وبين استشارات سواء كان مثلا في واحد او اثنين بعد البروجر. طبعا ممكن بدل استشارات احط فيوز يعني تمام، يعني ممكن اشيل استشارات احط فيوز براحتك مشكله يعني، هي كلها يعني كله بيساوي في الاخر تمام. البروجر بقى كاوبريشن من جواه ده اللي هنتكلم فيه يعني. احنا بناخد البروجر من الحصه اللي فاتت كعدد مرات تشغيل جنب مين؟ جنب ال جنب السكشنالايزر. لكن النهارده هناخد البروجر كاوبريشن من جوه. احنا عندنا ثلاث حاجات بتتم جوه البروجر. اتفقنا ان البروجر في الديستريبيوشن طبعا دور ملوش دعوه بالديستريبيوشن او ترانزيشن. اتفقنا ان في الديستريبيوشن البروجر عباره عن كيس كده في ده الحاجات، في بروتكشن، في سيركت بريكر، في الكلوزنج، الكلوزنج بوينت نفسه او الكلوزنج يونت نفسها، يعني ثلاثه في جسم واحد. في ترانزميشن سيستم او ترانزميشن نتورك قلنا الكلوزنج فانكشن هي عباره عن فانكشن جوه ريلي تمام؟ الفانكشن اللي جوه ريلي دي هي في الاخر الريلي بيطلع اثنين سيجنال، واحده تريب واحده ايه؟ كلوز، والاثنين بيروحوا لمين؟ للسيركت بريكر. هو اللي احنا بنقوله دلوقتي ملوش علاقه شويه بالمنام اللي حصل اللي فاتت. يعني الحصه اللي فاتت كان كوردينيشن بين البروجر ومين؟ والسيشنالايزر. لكن ده الاوبريشن بتاع الاوتو البروجر نفسه. تمام؟ احنا قلنا لو بيحصل مشكله مين بيشتغل؟ بروتكشن. يعني البروتكشن بيحس ان في مشكله يروح مطلع تريب سيجنال. مين اللي بيستقبل التريب سيجنال؟ السيركت بريكر. السيركت بريكر بيستقبل تريب سيجنال. بعد شويه الاوتو ريبروجن هيطلع سيجنال يعمل بها ايه؟ كلوز. يبقى البولتيشن يعمل تريب والاوتو ريبروجن يقفل تاني تمام؟ ده اللي انا عايزه منك من الحصه اللي فاتت بس كده خلاص؟ طيب ايه اللي انت عايزه بقى الحصه دي؟ عايز اقول لك ان السيركت بريكر له مراحل. السيركت بريكر له مراحل في التشغيل، يعني مش مجرد ما بديله سيجنال وبيفتح. احنا قلنا البريكر بيفتح في كام ملي سكند؟ من 40 ل 60 ملي سكند. طب ال 40 او 60 ملي سكند وخدهم في ايه؟ بص يا سيدي، حصل فولت في الحته دي، لما يجي يحصل فولت في المكان ده بعد شويه الريلي بيعمل اكشن صح؟ فدي اللحظه اللي خد فيها الريلي اكشن ان هو يطلع تريب سيجنال. فالريلي طلع تريب سيجنال راح لمين؟ راح للسيركت بريك. يبقى التريب سيجنال دي جت للسيركت بريك استقبلها هنا. طبعا التريب سيجنال دي جت للتريب كويل، يعني الكويل بدل يستقبل التريب سيجنال هنا. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ دور التو كونتاكت. اول خطوه هيحصل لما البريكر يستقبل التريب سيجنال ان الكونتاكت هيحصل ايه؟ هتفتح. يبقى الكونتاكت بدا يفتح، يعني الميكانيزم بدا يحرك. فالخطوه الثانيه هي ان الكونتاكت اوبن. اذا ده التايم لحد ما حصل اوبن، يعني اول ما استقبل اشاره لحد ما الكونتاكت بدات تفتح خلاص كده دي ده تايم. بعد ما الكونتاكت بتفتح بتولد حراك. يعني هنا الكونتاكت اتفتحت اهي. بعد كده جه بعد الكونتاكت اتولد ارك. اول ما الكونتاكت بتفتح على طول حتى لو واحد مني ارك بتولد، وانت بتفتح بقى الارك بيزيد معاك. تو ارك بيزيد فمقاومته بتعلى وهكذا، يعني القصه بتاعت الدور سيستم يعني. لحد ما يحصل بقى تحويل الارك عن طريق مثلا بتاع الاي سي 6 او عن طريق اويل الوسيله اللي بقت فيها السيركت بريكر. بعدها بيحصل حاجه اسمها ارك اكستنشن او ارك اكستنجويشت خلاص كده، او زي ما بنسموه يعني طفي الارك. الارك اتطفى. بعد ما الارك بيطفي هو اتولد هنا والارك اتطفى هنا، بس لسه الكونتاكت ما كملتش المسار لحد الاخر. يعني لو فرضنا ان المسار لحد بتاع البيكر كده هو في البدايه فتح، بعد كده ارك 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 الارك قطعت هنا بس لسه المسار فيه تاني تمام. فهنا الارك اتطفى. بعد ما الارك اتطفى الكونتاكت هنا اسمها فولي اوبن، يعني المسافه اللي هي المسافه اللي مصمم على السيركت بريكر لما يفتح خلاص هو فتح لحد الاخر. فدي المراحل اللي عدى بها البريكر لحد ما الكرنت قطع. بس الكرنت قطع فين؟ هنا ولا هنا؟ عند طفي الارك. يعني الكرنت بيساوي زيرو فين؟ اول ما الارك اتطفى. الارك هي وسيله بيمر فيها التيار، يعني من اول هنا من اول ما البريكر استقبل السيجنال لحد هنا كان في تيار، يعني هنا في تيار. بعد طفي الارك طلع كام؟ بقى بزيرو. وضحت؟ طيب ايه الخطوه بعد كده؟ ان ده اسمه فولي اوبن. يعني خلاص الكونتاكت فتحت لحد الاخر. هم دول ال 40 مللي سكند، ال 40 مللي سكند او ال 60 مللي سكند بتوع التريب بتوع السيركت بريكر.
تمام بقى؟ وانت بترسم دي لحظه من فوق، مش رسم اي كلام، اي غلطه في اي سهم غلط. السهم ده لازم يكون بعد ده. ليه بقى؟ لان الريلي مش هحسبه ريسبت غير لما يكون طالبه كام؟ لزيرو. ما ترسمش السهم ده بعد ده. الكرنت بدا يبقى بصفر فين؟ هنا. قلنا طالما الكرنت وصل لصفر في الدايره الى سل الريلي بصفر على طول. فهيحصل هنا ريسبت بعد ما الارض اتطفت. يعني بعد ما الكرنت وصل لزيرو. خلينا نكمل الست بيكر تاني. الريكلوجر الريلي هنا ده سيجنال صح؟ السيجنال اللي اداها السيركت بريكر تريب سيجنال في نفس الوقت بيدي سيجنال للاوتو ريكلوجر بيعرفه ان هو اشتغل. يعني الريلي بيقول للاوتو ريكلوجر انا اديت ايه؟ تريب سيجنال. من اول ما بياخد تريب سيجنال الريكلوجر بيقعد تايم اسمه ديد تايم. ديد تايم بتاع الريكلوجر ليه؟ وظيفته ان هو ما يعملش اي حاجه. ليه بقى؟ لان احنا عارفين ان السيركت بريكر له تايم. فلازم استناه، يعني ما ينفعش اصور له ايه؟ انا اديت سيجنال. اروح مظبط الريكلوجر مثلا اقول له ايه؟ معاك يا عم 30 مللي سكند وبعد كده اشتغل. لا. لازم اروح عند البريكر قدامه ايه؟ قدامه لسه 40 مللي سكند. فلازم الريكلوجر اول ما يستقبل السيجنال من الريلي يستنى الديد تايم ده، الديد تايم ده محسوب بناء على مين؟ على السيركت بريكر تايم اللي هو من 40 ل 60. بعد ما بيخلصوا بنسيب شويه صغيرين كمان سيفتي وبعد كده ندي شرط مين؟ ندي شرط الكلوز هنا. يبقى الاوتو ريكلوجر بعد شويه هيدي كلوز سيجنال بيطلع بالانس كده بنسميها كلوز بالانس كويس جدا بتبقى عريضه شويه. طيب لما طلع كلوز بالانس مين هيستقبلها هنا؟ الكلوز كويل. يبقى ده تستقبل من الريلي على التريب كويل. ده بقى هيدي سيجنال من الكلوجر فمين اللي هيستقبلها هنا؟ الكلوز كويل هو اللي هيستقبلها. نفس القصه. هو الكونتاكتات كانت مقفوله تمام؟ اي كانت مفتوحه سوري. فهتبدا تقفل وهي بتقفل هو خد الاشاره هنا وهو بيقفل عند مسافه معينه هيتولد ارض صح؟ يعني هو الكونتاكات دي بتقفل كده طالما قربوا من بعض بعيد عن المسافه اللي معموله على الستاندرد لازم ارض تتولد على طول. فاول ما قربوا اتولد ارض. اتولد ارض يعني بقى في ميت للكونتاكتس بس مش فولي كلوزد صح؟ الدايره اتقفلت بسبب الارض يعني بقى في وسيله ان الطيار يمشي فيها ولكن لسه الكونتاكات ما قفلتش يعني المسار ما انتهاش هو هنا ارض بعد شويه قفله خالص فبنسميه فولي كلوزد قفل كامل. نسال بقى سؤال الريلي لو كنت انت قفلت على فولت انت الريلي يحس ان في فولت يعني انت قفلت وقفلت فيها على فولت انت اللي يحس ان في فولت عند هنا ولا هنا؟ هنا صح؟ لان هي دي بدايه مرور التيار حتى لو ما كانتش الكونتاكات مقفوله يبقى الريلي هيبدا يحس هنا اذا كان في فولت ولا لا عند اللحظه دي تمام؟ تعالى تقول يا عم الريلي ده قفل ومفيش فولت فهيلاقي التيار نومينال ولا نومينال صح؟ يعني هيلاقي التيار رجع تاني نومينال ساعتها الريلي هياخد اكشن تاني خلاص يبقى ده كان ترانزنت وراح تمام؟ فالريلي بعد ما بيشوف النومينال كارنت يعني بعد ما تقفل الريلي بدا يقيس تيار لما قاس التيار لقى نومينال خلاص مش هيقدر اكشن تاني وبالتالي يبقى الموضوع خلص على كده. ده بقى يبقى ايه الريكلوجر؟ الريكلوجر عنده تايم اسمه ريكليم تايم. الريكليم تايم ده هيقعد يستناه يعني مثلا لما نظبطه على 2.10 سكند هيقعد ال 2.10 سكند دول لو ما جاتلوش سيجنال ثانيه خلال ال 2.10 هيبقى كده هيرست العد الاولاني ويبقى ريدي لفولت جديد. يعني خلال ال 2.10 انا عملت كلوز صح؟ بعد ما عملت كلوز لقيت الدنيا وقفت خلاص سليمه والتيار ما قطعش تاني. يعني الطيار ما حصلش تريب تاني. والريكليم تايم خلص. يعني الريكليم تايم اللي استناه هنا خلص هنا مثلا اهو ده اسمه ريكليم تايم خلص. لو الريكليم تايم خلص قبل ما الريلي ده يبعت سيجنال معناها ان العدد القديم يشتغل. يعني كده معناه انه اشتغل كام مره؟ انا مظبطه على ثلاثه مثلا. لو انا مظبطه على ثلاثه والريكليم تايم خلص يروح عنده الريست الاولانيه ويستقبل فولت جديد. يبقى لو جاله تريب سيجنال ثانيه من الريلي يعرف ان ده ايفنت جديد. يعني كان في ترانزنت فولت وخلص وبعد كده الفولت بقى فولت تاني خالص مكان تاني. طب لو فرضنا ان الريكليم تايم لسه ما خلصش والريلي لما جه يقرا لقى ان في ايه؟ ها؟ لقى ان في فولت فاكيد الريلي هيشتغل. يعني الريلي هيوبريت هو الريلي حاسس هنا بفولت. هو هنا بدايه احساس الفولت بس مش هيوبريت هنا. يعني مش هيدي السيجنال هنا. هيدي
السيجنال بعد شويه هيدي لنا تريب. لو اشاره اللي هي زي دي الاوبريت يعني فريلي هنا لو عمل اوبريت مره ثانيه في الحته دي كده معناها ان هنا الكرنت هيوصل لكام؟ ها؟ لزيرو صح؟ يعني هيعمل تريب وفي نفس الوقت هيقول للكلوجر ان انا اشتغلت ثاني خلي بالك اشتغلت ثاني. ما هو هنا انا اشتغلت اولاني صح؟ هنا هو اشتغلت ثاني. لو الاشاره دي جات له قبل الريكليم تايم بيخلص معناها ان هو لسه في مود العد الاولاني. يعني هيعد على العدد اللي كده وبعد كده مره المره جت له كام؟ 2 3 4 ان انا لو البطاريه دي جات له بعد الريكليم تايم خلص بعد من جديد صح؟ ليه بقى انت عملت التايم ده؟ لان ممكن فعلا يحصل فولت جديد يعني ممكن مثلا بين الفولت والفولت 2 سكند 3 سكند تمام؟ انت عامل مثلا الريكليم تايم 10 سكند مثلا فممكن يحصل فولت جديد بعد ال 11 سكند. طب ما ال 10 خلص لو انت مش عامل بقى حسابك على موضوع الريكليم تايم ده فهو عد واحد مش هيرست غير لما يخلص العد الباقي يعني هو فاضل له 2 هيخلصهم بعد كده يرست. لا لكن هنا انا بخليه يرست لما الريكليم تايم ده يخلص. وضحت؟ فلو فولت هيتكرر تاني كل اللي انت هتعمله هتاخد دي تنقلها تاني هنا صح كده؟ تاخد السيركل بريكر تريب تنقلها تاني هنا يعني كان الموضوع هيتكرر تاني. تيجي وانت ترسم الريكليم تايم هترسمه مرتين. انا بتكلم يعني وانت ترسم ترانزيانت فالترانزيانت بتعمل نقط هنا كتير كده نقط كتير كتير وتقول والله هو خلاص خلص يعني خلص عدى. انما لما تيجي ترسم بقى الرسمه دي هتعمل داخل الخط كده بولدت كده معناها ان الريكليم تايم لسه ما خلصش. واستقبل كمان اشاره خلال التايم ده. وضحت؟ فالرسمه دي في منها اتنين في منها ترانزيانت اللي هو شكل انت شايفه ده وفي منها لو كان بيرمننت فولت معناها ان الحته دي هجيبها تاني هنا للريلي يعني التشغيل من جديد لان بدات تحصل فوق والسيركل بريكر برضه دي هجيبها تاني هنا يعني احط الاثنين دول تاني كمان مره هنا ده قال لي اشرحها لمين؟ للبيرمننت فولت. بس في الرسمه مختلفه شو متشكله شويه لكن هي مش فارقه يعني هي مش فارقه يعني هو في الرسمه هنا بيستقبلها مش كده؟ اصل الكروزنج مثلا كده بيطلع على كده يعني دي كده عارضه فممكن مثلا دي يكون دي متشتته سنه لبره سنه لجوه مش فارقه هتلاقي في الرسمه الثانيه الاثنين الاينمنت يعني في الرسمه الثانيه هتلاقي دي مع دي بالظبط الاثنين مع بعض في الرسمه اللي هي الاولانيه هنا تقريبا دي بعد شويه او بعد يعني الكلوز بالص طالعه قبل دي قبل الاستقبال مش فارقه مش يعني دي مالهاش علاقه لان هي القصه كلها في ايه؟ هو يعني الحركه دي ليه بيطولها؟ لان السيركل بريكر نفسه اه معلش الحاجه ما قلناش الاول هنا قبل ما الكونتاكت يقفل كان الكارنت هنا بكام؟ ها؟ لزيرو صح؟ والكارنت بدا يتولد تاني من جديد هنا الفرق بقى من اول ما الكارنت اضعف لحد ما الكارنت اتولد مره ثانيه بنسميه الديد تايم اوف سيركل بريكر تمام كده؟ هي بس القصه اللي في الرسمه ان دي متشافينها سنه لجوه ان عايز يبين لك ان السيركل بريكر مش لازم يستقبل السيجنال من اولها. هو مصمم يعني مثلا لا فرضنا ان انا بقول لك ممنوع تدي سيجنال مثلا ده بدل ما ياخد 40 للاسف يعني في المره دي خد 60 تمام كده؟ يعني خد 60 مللي سكند وهو بيقول لك سيبني كمان 20 ماشي عشان اكون ستيدي للباص الجديده وانت اديته سيجنال قبل 20 دي مش هيستقبلها يعني مش هيترجمها يعني هو مثلا انت مديله سيجنال قبل الوقت المقرر ليه لاستقبال السيجنال بتاع كلوز فمش هيشوفها عشان كده مخلي الباص دي ايه؟ عريضه كده يعني مخلي الكلوز باص عريضه بحيث ان لما يطلع باص تقعد مستمره كده لحد ما الكويل ايه؟ يستقبلها وضحت؟ هي القصه كلها بتيجي منين؟ سرعه التشغيل سرعه الاون اوف اون اوف اون اوف انما لو عارف ان اون معين اوف معين لزمن خلاص يعني هي واحده اون واحده اوف خلصت لكن عشان موضوع التايم ده وانا مش متوقع الايرور اللي ممكن يحصل فممكن ادي سيجنال هنا بس البريكر لسه ما استوعبهاش لان لسه خارج من حاله ايه؟ تريب والميكانيزم بيشحن يعني دي كلها قصه بتاخد وقت فكون انا بترسم دي الاينمنت بالظبط او متاخره سنه مش مشكله كلها صح هي القصه كلها استقبال السيجنال لو هو ريدي لاستقبال الكروز خلاص الاينمنت مع بعض مش ريدي لاستقبال السيجنال هيستقبل بعد شويه صغيرين وتحط يعني اعملهم عادي اعملهم مع بعض ما عنديش مشكله عايز تعمل بس هو يعملها كده خرجي بره قوي يعني كده غلط يعني دي ممكن ترسمها بعد شويه لكن مش قبل وضحت؟
الترم ده هو ممنوع يطلع اي سيجنال اللي بعد الوقت ده. وحاجه اسمها الترم سيركت بريكر. الترم سيركت بريكر هو الوقت اللي البريكر فيه زيرو كارنت. يعني هنا كان في كارنت زيرو زيرو كارنت. الوقت اللي البريكر فيه زيرو كارنت مالهاش دعوه بفتح البوتكات. زيرو كارنت دي يعني بدايه طفي الارك وبدايه توليد ارك جديد، صح كده؟ ده اسمه ان تايم سيركت بريكر. اليونت بروتكشن هو المفروض برنسبلز من كذا برنسبلز يعني بروتكشن. المفروض ان الشطر ده يكون فيه بقى يكون فيه شويه حاجات كده البروتكشن يعني يفكر فيه، زي حاجه اسمها مثلا الليفل ديتكشن. يعني ايه الليفل ديتكشن؟ يعني لو فرضنا ان احنا هنقارن ب 5 امبير، فلو قارن تقريبا 5 ما اشتغلش، اعلى من 5 يشتغل، فده بنسميه ليفل ديتكشن. في برنسبل تاني مبني على الكومباريزون بتاع الماجنتيود، ان يكون عندك مثلا 2 لاين والاثنين لاين دول ماشيهم تيار، فانا عشان احميهم هقيس التيار بتاع اللي فوق والتيار بتاع اللي تحت كماجنتيود واقارن بينهم. فلو قارنت بينهم بنسميه ماجنتيود كومباريزون، يعني الفكر بتاعه مبني على المقارنه. في فكر ثالث يقول لك دايركشناليتي، ياخد شويه الفولت والتيار ويشوف الزاويه اللي بينهم، صح كده؟ فده فكر برضه بيشوف الزاويه بين الفولت والتيار، هل هو فورورد فولت ولا باكورد فولت. في برنسبل تاني يتكلم حاجه اسمها ديستنس. لايف من القاهره واسكندريه مثلا لو حصل فولت في صحراء، فلازم يعرف المسافه قد ايه عشان يعرف المسافه يعمل ايه، ياخد الفولت ياخد الطيار اسمه على بعض. لما اسم فولت على الطيار يديله امبيدنس. الزد دي فانكشن في الار والاكس. الار فانكشن في الديستنس والاكس برضه فانكشن في الديستنس، فعن طريق الزد يعرف اسم مين ديستنس. في فكر خامس خالص ده اغلى فكر فيهم بعد الديستنس، يعني اللي هو حاجه اسمها يونت بروتكشن او بنسميه ديفرنشال بروتكشن. كلمه يونت بروتكشن او كلوزد زون بروتكشن، يعني ايه كلمه يونت دي؟ بتساوي كلوزد زون، كلوزد زون. او ديفرنشال بروتكشن، مبني عليه بقى ان يكون عنده بروتكشن اليمنت زي جنريتور، ترانسفورمر، لارج موتور او باسبار، ويقيس الانبوت كارنت للعنصر ده والاوتبوت كارنت. فبيقيس الانبوت كارنت ازاي؟ يروح يحط زي دي على الانبوت سي دي على الاوتبوت، تمام؟ ويجيب منهم اوفر كارنت اللي هي عادي جدا. اوفر كارنت اللي هي يعني ليفل ديتكشن، يعني انت مثلا ممكن تظبطها 1 امبير، فهو هيقارن ب 1 امبير، بس هو مكانه في وضع ايه؟ ديفرنشال سيركت. يعني سيركت بتطرح، تطرح ايه بقى؟ اي انبوت ده هحط هنا سي تي، يقوم اي انبوت ده يتحول اي 1. واي اوت اهو هحط هنا سي تي، يقوم يتحول اي 2. وعن طريق البولاريتي بتاع السيتيات انت مثلا عامل بولاريتي وهنا بولاريتي، يبقى اي 1 يمشي في الاتجاه ده واي 2 يمشي في الاتجاه ده. هتلاقي اي 1 بيلف في اللوب ده كده واي 2 بيلف في اللوب ده كده، يبقى ريلي كارنت يقرا مين؟ يقرا اي 1 ماينس اي 2. هو بيقرا الماجنتيود بتاعه بس في الحقيقه هو بيقرا متجه، يعني في الحقيقه بيقرا متجه. ليه؟ لو فرضنا ان هو بيطرح 5 على زاويه 0 ناقص 5 على زاويه 20، لو هو بياخد الماجنتيود بتاع ده والماجنتيود بتاع ده هيديله هنا كام؟ زيرو. انما لو هو قرا بره كده الخمسه على زاويه زيرو والخمسه على 20 يديله رقم، صح؟ يبقى هو بيطرح الماجنتيود ولا متجه؟ يعني هو بيجمع متجهات، صح؟ لكن في الاخر لما بيجي يشتغل بيشتغل على الماجنتيود اللي خرج. يعني انا مثلا هيخرج ايه؟ هيخرج هنا 3 من 10 على زاويه ماينس 20 مثلا، هو مش هيشوف دي، هو هيشوف مين؟ بس اللي خرج ال 3 من 10 مش ال 5200، لا من اللي خرجها الزاويه، صح؟ فهو في الاخر بيعمل ايه؟ بيقارن اي 1 باي 2، بس هو ما عندوش حاجه يشوف الزاويه، يعني ما عندوش حق ايليمنت جواه يشوف انجل، هو اوفر كارن عادي جدا، فبيشوف الماجنتيود بس بيشتغل عليه، خلاص؟ بس هي قصه ان الماجنتيود طلع نتيجه طرح فيكتورز، وضحت؟ طيب هو بيقرا اي 1 ولا اي 2؟ تعال نبص على فيها حالات. لو هو نورمال، لو فرضنا مثلا ان انا جايب السي تي ده 1000 على 5 وده كمان 1000 على 5 وعامل يا عم هنا 1000 امبير، لو ال ده سليم هياخد الناحيه الثانيه 1000 امبير. يعني لو اللي داخل قد اللي خارج بنسميها نورمال. لو الانبوت قد الاوتبوت يبقى اي 1 قد اي 2، صح؟ يبقى ده كام؟ زيرو. يبقى المفروض ان الجهاز ما يشتغلش ومطلوب ان هو ما يشتغلش. لو كان اكسترنال فولت، يعني اكسترنال فولت؟ فولت بره الزوم. الزوم بتاع البروتكشن من اول السي تي الاولاني لحد
لحد السيك التاني اسمها زون. الفولت هنا اسمه اكسترنال، وحتى لو كان هنا برضه اسمه ايه؟ اكسترنال فولت. الاكسترنال فولت المفروض ما اشتغلهوش، مع ان الديفايس للضرب يعني مثلا فولت هنا والالفا امبير و10 كيلو امبير، انا عارف ان ده اصفر بس البروتكشن ملوش دعوه. في حاجه ثانيه تكسبه، يعني اللي يفصل 10 كيلو امبير دول مش ده، لا في جهاز ثاني هنا هو اللي يفصل. ليه؟ لان البروتكشن ما بقتش بس مطلوب منها انها تفصل بس، لا انا بقى مطلوب مني افصل واقول المكان فين. يعني الاخطاء كتير جدا والباور سيستم كبيره، فلو انت اشتغلت لاي حاجه مش هعرف اصلح العضل، يعني هروح فين واحل المشكله. فانا عشان اقول ان الاكسترنال فولت ده يشتغلوا ده، يبقى ده كده مالوش لازمه، عمال يشتغل اللي بره واللي جوه. لا انا عايز ده للديفايس بس، بحيث ان لو الريلي اشتغل ابقى عارف ان المشكله هنا مش يمين او شمال. انما لو في فولت هنا وده اللي اشتغل، انا اتاكدت ان مفيش مشكله في مين؟ في الالم ده. ممكن يكون مثلا ده صبار بره المحطه هو اللي عليه المشكله. تمام؟ يبقى في الاكسترنال فولت هنا في 10 كيلو امبير، بس جاي ازاي؟ جاي كده كده كده. سؤال بقى هنا، هل اتجاه الكرنت اتغير؟ على القديم ما اتغيرش، ولا اتجاه الكرنت اتغير؟ يبقى الاتجاه بتاع الكرنت ما اتغيرش، يفضل الاتجاهين دول ثابتين زي ما هم، اي 1 ناقص اي 2. بس القصه ان الاي 1 زاد حبتين والاي 2 زاد حبتين، نتيجه ده بقى 10 كيلو امبير، يعني الخمسه بقت 50 والخمسه بقت 50، برضه تحت بكام؟ بزيرو، وما فيش اوبريشن. ده مطلوب وده مطلوب برضه ما اشتغلش. انت بقى اشتغل لو كان ده فولت انترنال، يعني فولت هنا في الالمنت نفسه ده اسمه انترنال فولت. فالفولت انترنال اللي بيحصل ان التيار بيتغذى كده وبيتغذى كده. فاللي بيغذى الفولت من هنا لهنا اتجاهه ما اتغيرش. يبقى اي واحد اتجاهه ما اتغيرش. اللي بيغذى الفولت من هنا للثانيه اتجاهه اتغير. طبيعي ان الاي 2 كمان يحصل له ايه؟ ما هو الاي 2 ده هو صوره الاوتبوت كارت. الاوتبوت كارت في عكس، يبقى الاي 2 عكس. بدل ما كان بيلف كده يلف العكس. اذا بدل ما كان بيقرا الطرح قرا مين؟ المجموع. اي 1 لا يساوي اي 2. خلاص يبقى هنا هيقرا اي 1 بلس اي 2. معناه ان الريلي كارت ما بقاش بصفر. فالمفروض ان اللي هيحصل هنا هيشتغل. فخلاص انا جاهز هيشتغل. وده المطلوب. اذا المطلوب منه ان هو ما يشتغلش الاكستند هو النورمال، لكن مطلوب منه يشتغل مين؟ الانترنال فولت. الداتا دي بنسميها ان بايز ديفرنشال بروتكشن. مش هينفع كلمه ان بايز غير لما نفهم كلمه بايز الاول. خليها كده الاول، ان بايز ديفرنشال بروتكشن. الان بايز ديفرنشال بروتكشن في مشاكل. ايه هي؟ اول حاجه الايرور. الايرور ده نتيجه حاجتين. السي تي نفسه ايرور، وحاجه اسمها الليد جيم. انا رحت مثلا المصنع جبت الريشيو 1 على 5. ورحت برضه المصنع جبت نفس الريشيو 1 على 5 ومن نفس المصنع. استحاله لما يعدي هنا 1000 تلاقي هنا 5. هتلاقي مثلا ده بعت لك 4.9. في ايرور. السي دي ده مثلا عدى هنا 1000 ما عدش 5، بعت 4.7. يبقى حتى في النورمال في ايه؟ في ايرور. 4.9 ناقص 4.7 ده كام؟ 2/10. معناها ان في 2/10 امبير على طول بيمشوا هنا. اذا ما ينفعش تعمل ستنج على الدم على زيرو، يعني ما ينفعش تضرب بالصفر تقول والله خلاص انا هعمل الستنج للجهاز ده وعلى شويه على 2/10 كان يعني خلاها بربع بس. فعشان احل مشكله الايرور دي هخلي الار ريلي بربع. يعني لازم اي 1 ناقص اي 2 يساوي ربع، عدى ربع خلاص اشتغل، ما عداش ربع ما اشتغلش. لان لو ما عداش ربع ده اكنه ايرور عادي. وحاجه اسمها الليد كيبل، الليد كيبل ده عباره عن ايه بقى؟ السي تي ده موجود في الحوش بتاع المحطه اسمها السويتش يارد. يعني مثلا زي لعبه اتصالات كده. انما الريلي نفسه موجود في اوضه الكنترول، اوضه مكيفه وفيها مكاتب وناس قاعدين ولوحه. فاللوحه دي في اوضه الكنترول والالمنت نفسه او السي تي موجود في السويتش يارد هناك. ففي كابلات طالعه في الكنترول لحد هناك. الكابلات دي لها ايه؟ لها ريزيستنس. يعني هنا في ريزيستنس، هنا في ريزيستنس، هنا في ريزيستنس، هنا في ريزيستنس. فالمقاومه دي كلها تاثر معايا. فالاثنين الايرو ده سبب مين؟ سبب الاثنين دول. حل مشكله الايرو بسيتنج خلاص خلصت. واضح؟ نيجي بقى للمشكله الثانيه. المشكله الثانيه بقى سي تي ساتوريشن ديورنج اكسترنال فولت والريلي مي دي اوبريت. تعال اول ناخدها على جزئين كده.
اولا الاكسترنال فولت مع عربيه ما ينفعش يتجمعوا مع بعض، صح؟ المفروض ان الاكسترنال فولت الجهاز يحصل له ايه؟ ما يشتغلش. فلو حصل اكسترنال فولت والجهاز اشتغل اذا دي من ضمن المشاكل. طيب ايه اللي بيخلي الاثنين دول يشتغلوا؟ السي تي ساتوريشن. شرح ده في شابتر 3 بالتفصيل، انا شرحه بالتفصيل في شابتر 3. يعني السي تي ازاي ساتوريشن وايه نتيجته؟ هنا هقول لك بس ايه النتيجه للساتوريشن. الساتوريشن بتاع السي تي عباره عن ان الفلوكس عدى الساتوريشن ليفل، ببساطه كده. لما الفلوكس يعدي ساتوريشن ليفل كوبايه ميه واتملت، فمعدل التغير بالنسبه للسبب بكام؟ بزيرو. اصلا السي تي مبني على ان الطرف اللي خارج منه مبني على الديوز ام اف على اطراف السكندري. الديوز ام اف في اي ملف اي سي هو ام دي فاي باي دي تي، ده بقى بكام؟ بقى صفر. فالديوز ام اف بقى بكام؟ بقى بزيرو. فلما اقول لك ان السي تي حصل له ساتوريشن يعني الديوز ام اف على اطراف السي تي بقى بكام؟ صفر. هو ايه الصفر في الكهرباء؟ شورت سيركت، صح؟ الحاجه اللي جواها صفر في الكهرباء شورت سيركت. فالسي تي هيبان لي كانه حته سلك، ايوه شورت سيركت، وبالتالي مش هيديك تيار. اي تيار هيلف في السلك. السلكه دي مش سلك بلاك، السلكه دي هي الاكس ام بتاع الترانسفورمر اللي هو الماجنتايزنج برانش. قلنا عشان تفهمها فين بقى؟ شابتر 3. مضحك؟ يعني مفيش وقت اشرحها دلوقتي. يبقى الاكس ام بتاع السي تي بدل ما كانت بدل ما كانت 60 بتنزل الاكس ام لزيرو. يعني السي تي خلاص بنحاول بقى كانه حته سلك. فالكارت تكون يلف هنا والبند كانها سلك. لو دي سلكه الاي 2 على طول ينزل لكام؟ لزيرو، مش هديك تيار اصلا. سي تي يعني شورت سلك، هديك تيار؟ مش هديك تيار، هي بس هو ده اللي سليم. طب اشمعنى؟ ما هو اختلاف الكاركترستيك بين الاثنين ممكن يخلي واحد النيم بوينت بتاعته قبل النيم بوينت بتاع الثاني. يعني لو النيم بوينت اختلفت ولو درجه صغيره تفرق معانا في الكاركترستيك بروتكشن. وطبيعي حتى لو جبتهم في نفس المصنع هتلاقي الاثنين مثلا واحد عامله كده والثاني يعني سنه كده صغيره وبيكمل معاه بعد كده، بس في سنه كده فرق بين الاثنين. السنه فرق الاثنين ده هو اللي يخلي واحد يساتوريت قبل الثاني. طب ايه اللي بيعمل ساتوريشن يا سيدي؟ الاكسترنال شورت سيركت الكبير. يعني هنا في شورت سيركت اهو، في هنا شورت سيركت، صح؟ لما حصل الاكسترنال شورت سيركت في الجنريتور اكبر من الاكسترنال، خلي بالك. يعني في الجنريتور لو كان لف في الجنريتور مثلا يعني وفي هنا 1000 لفه وكل لفه ب 1 فولت بيبقى على اطراف الترم هنا 1000 فولت. لو انت جيت نص المولد نص الملف يعني ب 500 بس. لو جيت عند لفه واحده ب 1 فولت الجنريتور كل لفه فولت كانهم بطاريات سيريز. اخر بطاريه هي اقصى فولت والنص نص الفولت وهكذا. فلو حصل فولت على الترمينال ده اصعب فولت يعني كبير جدا، تمام؟ حتى ولو ما كانش كبير برضه، احنا مشكلتنا في الاكسترنال. لان الاكسترنال بيعدي على الاثنين، صح؟ هو بيعدي على الاثنين، انا عايز الاثنين يبقوا في بينهم بالانس. انما لو عدى على الاثنين وفي واحد مختلف شويه في الكاركترستيك عن الثاني، ففي واحد ممكن يساتوريت قبل الثاني. لو الاثنين حصل لهم ساتوريشن في نفس الوقت انا مبسوط جدا. ليه؟ اصل لو الاثنين حصل ساتوريشن ده هيبعد صفر وده هيبعد صفر عادي جدا لو طلع بصفر. انما لو واحد فيهم حصل له ساتوريشن الثاني يوم واحد يبعد طياره والثاني ما يبعدش، يوم يجي هنا يطرح اي 1 ماينس اي 2 ما هو مفيش ده بصفر يبقى اي 1 بس اللي موجود، واكيد الاي 1 ده هيعدي الربع. ما هو فولت، صح؟ يعني اي 1 ده هو عباره عن اي ماكس مع ستيشن، فمؤكد ان هو هيعدي الربع الكبير، تمام؟ فليه هيشتغل؟ يبقى هنا المشكله هنا هو ساتوريشن ديورنج اكسترنال فولت، فليه ممكن يشتغل؟ وضحت؟ اذا دي بالنسبه لنا مشكله عايزين نحلها، لها طريقتين للحل. اول طريقه حاجه اسمها ضغط ستابلايزنج ريزيستنس، ثاني طريقه هنشتغل بحاجه اسمها البايرز فانكشن بروتكشن. تعال الاول نشوف موضوع ستابلايزنج ريزيستنس ده. اتفقنا ان السي تي لو حصل له ساتوريشن بيبقى عباره عن ايه؟ شورت سيركت. اهو شورت سيركت. طبعا الكلب ده له مقاومه والكلب ده له مقاومه وده له مقاومه وده له مقاومه. السي تي هنا سليم. لو حصل هنا فولت، حصل هنا فولت وهنا في ساتوريشن اذا مفيش هنا تيار. لكن ده سليم هيبعت لك تيار. يعني اي 1 ده موجود بكام؟ بقول 5 امبير مثلا. سيبك من المقاومه دلوقتي. ال 5 امبير جت لها بمسارين.
لقيت المسار ده والمسار ده هتوزع الطياره صح؟ احسن حاله ان يكون هنا كتير جدا يعني 4 امبير يخش هنا مثلا 1 امبير يخش هنا كويس كده؟ طب ليه هنا 4 امبير؟ لان المسار ده شورتد صح؟ فالمسار ده لما يكون شورتد هو اللي يسحب تيار اكبر بس مش كتير ليه بقى؟ لان الكمبيوتر ليه بطبيعتها بقى صغيره والكمبيوترين برضه دول صغيرين يعني دول مثلا 2.5 و2.5 يقول لك ماشي 1 و4 يقول لك ماشي بس اقل كده ما ينفعش يعني الواحد اللي يشغل الجهاز ما يشغلوش يشغله لان الواحد عدى الربع اللي احنا بنظبط عليه طب نعمل ايه؟ دول برانشين بالتوازي لو انت جيت على البرانش ده وحاطط مقاومه سيريز مش عليك مقاومته يبقى 5 امبير يعدوا هنا 4.9 والواحد من 10 بس هو اللي يمشي هنا. ده بفضل مين؟ مقاومة انت حاططها صح؟ فعملت الاستابلايزنج يعني ايه بقى؟ يعني خلت الريلي كارنت اقل من الديتا اقل من الفاليو اللي بتشغله. وضحت؟ الاستابلايزنج الريزستنس بتكون كبيره جدا بتكون ب 1000 و 1200 اوم و 1500 اوم. ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان هي بيردن عاليه جدا فهتزود لك الايرور بتاع السيهات. طب عرفتها منين؟ شابتر 3 البرد بتاع السي تي يعني الحمل بتاع السي تي لما بيعلى الايرور بيزيد تمام؟ طب ايه المشكله الثانيه؟ الفولت امبير بتاع السي تي ايه الفولت امبير بتاع السي تي؟ شابتر 3 خلاص؟ الفولت امبير بتاع السي تي عباره عن ايه؟ عباره عن باور شوف شابتر يا عم انا بقول انت عايز دلوقتي اللي انت عايز دلوقتي الكلمتين دول الفولت امبير يعني الباور يعني انت لما تروح تشتري سي تي تجيب سي تي 10 فولت امبير ولا تجيب سي تي 30 فولت امبير؟ ال 10 فولت امبير كباور ارخص صح؟ من 30 فولت امبير بس المقاومه دي هتخلي الفولت امبير اعلى فهتعلي تكلفته كمان اذا هي عملت لك مشاكل بس حل مشكله مين؟ الساتوريشن بتاع السي تي طيب هي موجوده في بعض الريلهات وموجوده بطريقه ثانيه في ريلي اسمه هاي امبيدنس ريلي لكن مش مستخدمه كتير لكن موجوده تمام؟ طيب نرجع بقى نشوف بقى الحل مين؟ الحل الثاني اسمه ايه؟ اسمه البايس ديفريشن بروتكشن الكوين الاحمر ده هو الريلي قديم صح؟
كان فوق الاحمر ده هو الريلي الازرق. احنا هنخش جوه الريلي وهنحط كمان جواه كمان كويل اللي هو الازرق ده. هنسميه الستريتنج كويل. يبقى الريلي عنده كام كويل دلوقتي؟ عنده اثنين. في كويل الكويل ده مكانه هو مكان ده اللي هو هيشغل يعني. فهنسميه اوبريتنج كويل. وهنزود كمان كويل معاه وهنسميه الستريتنج كويل، كويل ممنعه. يعني واحد عايز يشغل والثاني عايز ايه؟ يمنع. ده اسمه التوصيل الكهربي. ايه بقى شكل الميكانيكي بتاع الجهاز؟ هو ده. هو مش ده بالظبط، هو ده تعبير اللي بيحصل. وحاجه اسمها بالانس بين كده، وفي واحد بيشد اكتر من الثاني، هما الاثنين برضه نفس الشكل، ولكن في ايه؟ دراع كده بيتحرك فوق وتحت. انا نسيت بس بالشكل ده عشان المعادلات. فتخيل فعلا هو ده، لان هو فعلا تيبيكال 95% نفس النوع بتاعك. فبدل ما تعدينا دي بس بقى عندنا كام قطعه؟ قطعتين. واحده لو اشتغلت تشد الكونتاكت صح؟ اهي هي دي. واحده لو اشتغلت تمنع الكونتاكت. فسمينا دي كده اوبريتنج كويل او اليمنت، ودي هنسميها الاستريني كويل او اليمنت. يعني ده كده منع وده ايه؟ تشغيل. طيب الجهاز عشان يشتغل ايه يحصل؟ لازم تكون الفورس بتاع الاوبريت اقوى من الفورس بتاع مين؟ الريسترين. فورس المغناطيسية يعني ام ام ال صح؟ اللي هي ماجنيت موتور فورس. اللي هي باور. عشان يشتغل الجهاز لازم يكون ان اوبريت في اي اوبريت اكبر من ان الريسترين في مين؟ في اي ريسترين صح كده؟ عدد الملفات اللي هي ان اوبريت، عدد الملفات اللي هي ان ريسترين. لما سد على ان اوبريت لازم يكون اي اوبريت اقوى من ان ريسترين على ان اوبريت واي ريسترين. النسبه بتاع الملفات دي انا سميتها بي. يبقى لازم يكون اي اوبريت اقوى من بي في اي ريسترين. طيب مين هو اي اوبريت ومين هو اي ريسترين؟ اي اوبريت من الشكل ده كده، اي اوبريت بيساوي ده بي ار اي 1 ماينس اي 2. يبقى ده بي ار اي 1 ماينس اي 2 برضه ماجنتيود، لان ده ايه اللي بتاعتنا؟ كويل. كويل يعرف زي الكويل يعرف الفرق كام في اليوتيوب، فبياخد اي 1 اي 2 وشوف الملص بتاعه قد ايه. طيب اي ريسترين بيساوي كام؟ والله دي ما اعرفهاش. ليه؟ اصل انا قاسم نصين، النص الاولاني اللي عندي فيه مين؟ اي 1 والنص الثاني اللي عندي فيه مين؟ اي 2. خلاص يا عم احسبه كام قدام فورس. الفورس في النص الاولاني هو ام ار على 2 في اي 1 صح كده؟ والنص الثاني الفورس بتاعته ان ار على 2 في مين؟ في 2. الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، يعني بيساعدوا بعض في الفورس. يبقى هنا بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب. لو انا عايز اعمل مكافئه الابتعاد بالمعادله دي، ان انا اخد ال ان ار عامل مشترك، يبقى هنا في مين؟ اي 1 بدور على كام؟ على 2 صح كده؟ يبقى الافرج كارت بتاع الاستريم هو اي 1 خلاص هتقع على 2. اذا واحد بيقرا الطرح والثاني بيقرا المجموعه على كام؟ على 2. ده اسمه اي اوبريت، ده اسمه اي ريستريم. لو فرضنا ان احنا عايزين نحط اي اوبريت ده على محور واي والريستريم ده على محور اكس، اهو ادي محور اكس وادي محور واي. الجهاز عشان يشتغل لازم يكون واي اكبر من بي في مين؟ في الاكس صح كده؟ لو انا فرضت ادي محور واي وادي محور اكس اهو، الخط ده هو واي بيساوي بي في الاكس. لو قلت لك واي اقل من بي في الاكس يبقى الجهاز مش هيشتغل صح؟ طب واي اكبر من بي في الاكس الجهاز هيشتغل. واي اقل من بي في الاكس يعني المساحه اللي تحت الخط، يعني اي نقطه تحت الخط هنا هي واي اقل من بي في الاكس، واي نقطه فوق الخط هي واي اكبر من بي في الاكس. هو البي ده بين الخط المستقيم، فاللي تحت ده هنسميها الاستريننج اريا، منطقه المنع، او بنسميها النيجاتيف تورك اريا، يعني العزم بالسالب اللي هي الثانيه. اللي فوق هنسميها اوبريتنج اريا، او هنسميها بوست تورك اريا، يعني العزم ماله؟ بالموجب، يعني هو الاقوى. خلاص كده؟ العزم بتاع الاوبريتنج هو الاقوى من مين؟ لو انت حبيت بقى الحل بقى اللي بيحصل بالظبط، تعالى يا عم، في النورمال، في النورمال اللي داخل قد اللي خارج. فالاوبريت بيقرا الطرح لما يكون دول قد بعض يقرا كام؟ زيرو. صح؟ يعني بالايرور، بالايرور كام؟ 2 من 10؟ يعني ليه 2 من 10؟ والاستريم كام؟ 5 او 4 و9 و4 و7 10، على الاثنين فيهم كام؟ الخمسه.
الخمسة بنضربها ببي. بي ده اللي هو الاسترين صح؟ احنا لازم نقارن ده ببي في الاسترين. ده مثلا طلع بخمسة. لما اضرب بخمسة دي في البي لازم بقى الرقم اللي انا هو يفرق معايا. بس القصة هنا انك لما رجعت على كاركترستك دي الاي الاسترين ب 2 من 10 صح كده؟ الاي وبيت سوري ب 2 من 10 والاسترين طلع والاسترين نفسه طلع بكام؟ يعني 4.9 4.7 على 2 يطلع 4.8 كام؟ 8 والاسترين 4.8 فتلاقي النقطة بتاع الري هنا دي تشغيل ولا عدد تشغيل؟ لا لا تحت الخط صح؟ طيب لو حصل اكسترنال فولت هي ايه؟ صح؟ امال ايه؟ مش قلنا في الاكسترنال فولت الطرح بيزيد انما الاتجاه زي ما هو. ففي الاكسترنال الطرح موجود والجمع برضه موجود. يعني الطرح صغير والجمع كبير. فهيجيب لك نقطة تحت الخط. انما لو كان ده انترنال فولت مين يتعكس؟ اي اوت صح؟ يوم الاي اوت ده يتعكس ليه؟ عشان يكون نازل فوق. يبقى اي 2 بدل ما يمشي كده اي 2 يمشي كده. معناه ان الاوبريت ارى مين؟ المجموع والريسترين بعمالهم ضد بعض. يوم ده يرى الجمع وده يرى مين؟ الطرح. ده يجمع رقمين كبار جدا يبقى ده هو اللي يطلع ب 10 في الاخر او 9 صح؟ وده هيطرحهم ويسيبهم بقى على الاثنين. تخيل هيطرحهم ويسيبهم على الاثنين. يعني الاوبريت يبقى في العالي قوي والريسترين يبقى صغير جدا. هيجيب لك النقطه هنا دي فوق الخط ولا تحت الخط؟ فوق الخط فيشتغل. يبقى اي نقطه تقع هنا تحت الخط ما يشتغلش فوق الخط يشتغل. طب دي الحاجات اللي عليك فين بقى المشكله؟ في التقديم سي تي ساتوريشن وفي واحد عصاره ساتوريشن صح كده؟ طب كمان يشتغل. تعال خدها هنا دلوقتي ببساطه وهنشرحها كفلو بتاع التيار ان شاء الله لما نيجي نخش في الجنريشن. لان مش هنعرف نتصرف في الجنريشن ده في الجنريشن. خلينا نقول ايه؟ لو فرضنا حصل فولت اكسترنال وحصل ده ساتوريشن خلاص بسيط يا عم. روح احسب اي اوبريت واحسب اي ريستريت صح كده؟ لما احسب اي اوبريت طلع برقم 2 اي ريستريت طلع ب 3 ادي يا عم الاثنين اهم او يعني الثلاث فرق 3 3 وهي 2 ادي يا عم 3 وادي الاثنين اهي. الجهاز حصل له ايه؟ ده لازم يشتغل صح؟ ده لازم يشتغل غصب عنه يشتغل. الساتوريشن هيشتغل الجهاز بس هي بقى عندك اوبشن كويس جدا تعرف تحل بيه المشكله. غير من الخط المستقيم. يعني انا عندي نقطه فيها مشكله اهي. خلاص يا عم تعالى انا غير من الخط المستقيم ده، غير بينه. امال احنا لسه سميناها برسنتج عشان تبقى فيه امكانيه ان اغير البيت براحتي. يعني النقطه اللي هتعمل لي مشاكل خليها تحت الخط. طب البيت دي جايه منين؟ بص يا سيدي، بنحط هنا تاب في الاوبريت كويل هنا كده، تاب صغير. التاب ده اتغيره، اذا غيرت التاب هنا معناها ان الريسترين على انه كتبه لها اتغيرت، يبقى البيت صدق ايه؟ اتغير. في الديجيتال ريلي في الديجيتال ريلي البي دي عباره عن بيت جدول حط الرقم كده. يعني لو كان ديجيتال ريلي يقوم يفتح لك فيديو كده يقول لك والله حط البي كام زي ما انت عايز. كلام واضح ولا صعب؟ سهل صعب. هنا بقى ده بيحاول 220
يعني لو قلت لك الانبوت كارنت والاوتبوت كارنت هسيبهم يبقى ماشين ثاني باور، هدول الباور على 220 يديك كده مثلا 40 امبير، والباور على 220 يديك كده مثلا 100 امبير مثلا او 100 امبير 100 امبير. لما اقول لك ان دول هم الكارنت بتاع الانبوت والاوتبوت هتقول لي ريشيو مختلف طبيعي صح؟ يعني ما ينفعش الاثنين يمشوا زي بعض. انا جيت هنا الاثنين مشوا زي بعض عشان متاكد ان الانبوت قد الاوت، طبيعي ان الريشيو اللي هنا قد الريشيو اللي هنا عشان الاثنين يلعبوا خمسه. استنى هنا بقى لما تيجي تجيب الريشيو تعالى يا عم روح حتى 40 على 5 وروح حتى هنا 180 على 5 كده انت فعلا مظبوط. ال 40 عنده 180 بس في سكندري كام؟ 5 ففعلا لهم كام؟ 0 وده مطلوب يكون اللي داخل قبل اللي خارج خلاص كسكن رجع برنج. بس انت عمرك ما هتلاقي 40 ولا هتلاقي 180. فلما تيجي تروح تجيب 40 لك والله معلش احنا اقرب ستاندرد عندنا 100. تروح تجيب 180 لك والله معلش اقرب ستاندرد كام؟ 200. فلما يعدي 40 ويعدي 180 مش هيبعتوا خمستين هيبعتوا رقمين مختلفين تماما. ده بنسميه ميس ماتش. يعني بقى في ميس ماتش في سيتي. تخيل ان كان في نير واللي ده بعض. يعني انت لما قلنا سيتي ساتوريشن ومحدش يسال بقى يعني تاثير الاستراتيجي ريزيستنس تاثيرها في النورمال مش موجود صح؟ لان في النورمال لو الاثنين دول شغالين هيبقى تاثيرها شمال تاثيرها يمين وفي الاخر اللي هنا الطرح يعني الطرح ده ناقص ده. فالاثنين دول هم مطروحين لو كبروا مع بعض ووصلوا مع بعض وفرق واحد. انما هيظهر تاثيرها امتى؟ لما يكون الاثنين زي بعض. يعني واحد بيبعت والثاني ما يبعتش يظهر تاثير مين؟ استبرازنج ريزيستنس. حتى انت هنا وانت بتشوف الايرور بتاع السيتي نتيجه الكاركترستيك مختلف شويه وان ده كان مثلا مش عارف 4.9 وده 4.7. فتعالى ده بقى كده ده انت هتلاقي هنا بناء على ده هيديك 2.5 وده مثلا هيديك 3.9. شوف ايرور قد ايه؟ ده بقى بنسميه سيتي ميس ماتش. لهم حل ان في حاجه اسمها تحولات مساعده عشان تحل المشكله دي. انا اللي يهمني في السكندري ان يكون الاثنين بينهم قد بعض. يعني يهمني اللي يجي لي هنا في السكندري هنا واللي يجي لي هنا اللي هم هيعدوا على ليه من الماجي ومن الماجي يكونوا قد بعض في النورمال. فحلها بقى بطريقتها. الديجيتال ليه بقى يحل المشكله دي؟ الديجيتال ليه بقى يعني تقول له كده تقول له والله ده يباع 2.5 ده يباع 3.9 يقوم هو يحسب حاجه اسمها كوريكشن فاكتور. يعني هو النقطه اللي عنده كوريكشن فاكتور لما يفهم ان السي دي مش ماتشت مع البرايمري كارنت والسي دي مش ماتشت مع مين؟ السكندري كارنت. ده اول مشكله في المحولات. اختلاف الريشن واختلاف الكاركترستيك هيقلل الايرور مانو اكثر. تعال شوف المشكله الثانيه بقى. المشكله الثانيه في السي تي في الباور ترانسفورمر غير بقى السي تي هي ان لو الترانسفورمر نفسه فيه تايب تشينجر. يعني الترانسفورمر نفسه فيه تايب تشينجر. لو في تايب تشينجر مشكله ثانيه. ليه بقى؟ لان انت خلاص ظبطت مين؟ انت ظبطت السي تي هات صح؟ على ريشن معين ركبتها. طيب جه بعد شويه الفولت قل انت رافع مين التاب. لما تغير التاب بتغير الريشيو بناء عليه ال 40 مش هيدوا 180 ال 40 ممكن يدوا 210 صح ولا ايه؟ فالريشيو اختلف فدول اختلفوا يبقى اكيد هيحصل مشكله. يعني لما يكون في تاب تشينجر هيحصل لك برضه مشكله ثانيه. طب اعملها ازاي؟ هشوف اكبر تاب ممكن اوصل له. اكبر تاب ده يعني بعت لك اكبر ايرور صح؟ يعني التاب ولا مثلا التاب ده 10% زياده. 10% زياده هيعمل لك اكبر ايرور. طب ماشي لما رفعنا التاب وخلصنا لقينا ان الاي اوبريت بيساوي كذا والاي ستريم بيساوي كذا ولقيت النقطه دي واقعه هنا. واقعه هنا كده. دي النقطه كانت بتاعت مين؟ بتاعت ساتوريشن صح؟ طب دي بتاعت مين بقى؟ بتاعت تشينج مشكله ثانيه. وبنعمل ايه بقى؟ نقوم نغير المين تاني. لو قعدت غير المين هظبط في ده. فبيعمل في الشغل خالص. بقى يعملها بقى فلكسبيليتي في الكاركترستيك يعني يطلعها لك نصين. يقول لك بص يا سيدي من اول هنا لحد هنا كاركترستيك ومن هنا لهنا واحده ثانيه. تقوم لما يتغير تغير بس مين؟ الجزئيه دي بس. يعني ما تغيرش كل المين لا حته لساتوريشن وحته لمين؟ التاب تشينجر وهكذا. طيب لو فرضنا ان احنا هنعمل مسبار يعني عايزين نعمل بروتكشن للمسبار المسبار لو فرضنا ان هو فيه اثنين انبوت واحد اوت برضه نفس القصه هتقيس الانبوت كارنت اهو دول انبوت ادي واحد اثنين
وتقيس الاو وتقارن ده وتقارن الريمو ده مين؟ ده لا المقارنه هتبقى غلط. الباسبار ده ما بياخدش ريمو تواو ما ينفعش. ليه؟ الصبح الصبح كان الفلو عامل كده، بعد الظهر كان ده الفلو. حد يعتقد ده باور فلو وفي موالي بيخرج وموالي بيدخل وموالي ما اعرفش. بالليل لقيت الفلو عامل كده. يبقى لو اعتمدت ان في حاجه اسمها دول انبوت وده اوت مش هتحل المشكله. طب بنعمل ايه بقى؟ بنجمعهم كلهم مع بعض. بنقول ان احنا بنقيس الفانكشن بتاع اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 هو المعدل ديفرنشال بروتكشن. بس ما عندناش انبوت وعندنا ايه؟ اوت، عندنا حاجه اسمها سبمشن. هو مجموعهم كلهم، لو مجموعهم كلهم صفر يبقى ده نورمال. لو مجموعهم كلهم لا يساوي الصفر يبقى ده فولت. ليه؟ اصل لو الناس هتحط على الباسبار كل الاسهم راح للباسبار صح؟ فلما يجمع ده وده وده ده صفر يدي جدا جدا قيمه. انما لو نورمال هيجمع ده وده ناقص ده، او يجمع ده وده ناقص ده، او يجمع ده وده ناقص ده. يعني نشاط الطرح هيتولد اوتوماتيك باتجاه مين؟ اتجاه التيار. لحد ما انا خلصت مين؟ البالانس فيدر بروتكشن. فاضل بس حته الشطره الصغيره دي اللي هي الفيدر بروتكشن. الفيدر يعني بيستخدم يا اما حاجه اسمها سيركوليتنج كارنت، اسمها سيركوليتنج كارنت. يعني تيارين بيلفوا فلو. بس الفيدر من غير المنطقي انت تستخدم السيستم ده. ليه؟ لان الفيدر في محطه في القاهره. يعني سي دي في القاهره. وفي محطه في اسكندريه، يعني سي دي فين؟ اسكندريه. مش لوجيك خالص ان احنا نجيب ريليه ونحطه في المكان ده. استحاله. فالسيركوليتنج كارنت في الفيدر مش منطقيه خالص. فبنعتمد على نوع ثاني اسمه ايه؟ بالانس فولتج. نحط جهاز فحم الخط وجهاز فحم الخط، كل محطه جهاز، ونوصل بهم توصيله كده كروسنج بحيث ان لو كان ده الاكسترنال فولت الجهازين يقروا، ولو كان الاكسترنال فولت الجهازين مالهم ما يقروش. تمام؟ ان شاء الله رسائل المره الجايه بتاعتكم.